ختاما يقال إن الخليفة المأمون أحب الشعر ولم يحبه، فنظم قصيدة وأنشدها في بلاطه أمام حاشيته وضيوفه، وكان بينهم أبو نواس. بعد أن أفرغ اضطراباته الشعرية الركيكة صفق له المطبلون وحيوا بلاغته النادرة، إلا أبو نواس ما كان ينظر إليه. فسأله المأمون: هل أعجبتك قصيدتنا يا شاعر؟ فأجابه: لا والله، لا أشم منها أي رائحة للبلاغة. فغضب المأمون ثم مال على حاجبه وأمره بإلقاء أبو نواس في الإسطبل حبيسا مع الخراف والحمير، وبقي فيه شهرا كاملا أفرج عنه بعده ليدعى مجددا إلى مجلس الخليفة ويتكرر الاختبار. ألقى المأمون قصيدته الجديدة التي لا تقل ضعفا عن سابقتها، ولما انتهى نهض أبو نواس وسار باتجاه الحراس. فسأله الخليفة: إلى أين يا شاعر؟ فأجاب: إلى الإسطبل يا مولاي. فضحك الخليفة وعفى عنه. هل تملك نخبنا اليوم شجاعة الماجن أبو نواس؟ إلى اللقاء.